يتأزم الوضع الإنساني في غزة يوما بعد يوم. برنامج الأغذية العالمي يستهدف الوصول إلى مليون شخص، حتى الآن تمكنا من الوصول إلى 628 ألف بإمدادهم بمواد غذائية جاهزة. قمنا بشحن مواد غذائية من مستودعاتنا بالمدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي عن طريق جسر جوي تم منحه من حكومة دبي. أوصلنا حتى الآن ما يعادل 20 طن من البسكويت عالي الطاقة، كما أيضا أرسلنا مستودعات جاهزة ليتم إنشاؤها في العريش. نحن أيضا شركاء مع حملة التراحم التي تستهدف المجتمع الإماراتي لدعم ضحايا الحرب في غزة، وقد تسلمنا حتى الآن 40 طن من المساعدات الإنسانية وهي في شكل أغذية جاهزة، تم شحنها إلى العريش وتمكننا من إيصال جزء منها إلى داخل غزة. شراكتنا مع الإمارات العربية المتحدة تمتد إلى عقدين من الزمان، وقد نمت ونحن نطمح إلى تقوية هذه الشراكة بيننا وبين دولة الإمارات العربية المتحدة.